بدنا نحكي على الاعلام، بدنا نحكي فيها على غير كامل، هي اللي بتطلب من المجتمع، لا تطلع من البيت قبل ما تلبس كامل. كما ان الفرق الانسانيه او الفرق الصحيه، لذلك تاخذ اعلى نسبه لانه خصوصا مكان شرائح المجتمع بكل الوسائل. تم تندوي حواري في مديرية صحة إدلب بين مديرية صحة إدلب وفريق القوى سوريا مع الإعلاميين في شمال غرب سوريا للتنبيه على النسب المنخفضة لعدد الملقحين في شمال غرب سوريا وأثره في حال عودة جائحة كورونا من جديد، وخصوصا مع بداية زيادة أعداد المصابين بوباء كورونا حاليا في مدينة إدلب وشمال غرب سوريا. فتم طرح بعض المواضيع والحلول بين الإعلاميين ومدير الصحة وفريق لقاح سوريا لزيادة توعية الناس بأهمية هذا اللقاح وانتشار هذه الرسائل بشكل أكبر في المجتمع. هن مريضين اللقاح بسبب هذا الموضوع. النقطة الثانية، الإحصائيات اللي بتقلنا عنها اللي بتوصلنا إياها. التقينا كفريق لقاح سوريا، نحن المسؤولين عن نشر لقاح الكوفيد في الشمال السوري بالتعاون مع المنظمات الدولية اليونيسيف والدبليو اتش او لا نزيد نسبة الإقبال على لقاح الكوفيد. حتى الآن النسبة هي 23% ضمن الفئة المستهدفة اللي هن من 18 سنة فما فوق، زائد ذوي الأمراض المزمنة والكوادر الصحية والكهول كبار السن. النسب حتى الآن غير مرضية وغير كافية لنمنع عودة الكوفيد إلى الشمال السوري. فنحن مثل ما يعني لاحظنا بال 15 شهر الماضيين أنه وسائل التواصل الاجتماعي كان لها دور سلبي للأسف من خلال الشائعات اللي كانت يعني تحارب اللقاح، فقلنا أنه وسائل التواصل كمان لازم تلعب دور الإيجابي في نشر المعلومة الصحيحة في المجتمع من أجل محاربة الشائعات وزيادة إقبال الناس على اللقاح. بغرف الإنعاش، حتى بغرف الإنعاش عملنا فيديوهات مع أهالي، مع أبناء فقدوا أمهاتهم، فقدوا آبائهم بسبب إصابة بمرض كوفيد. عملنا نقطة مهمة جدا بالسنة الماضية، أنا أما رأيي بالمؤتمر كتير حلو بالعكس، وفي أكيد رح يكون في فائدة كتير كبيرة منه إن شاء الله، إذا طبعا نشغل على الحكي اللي نحكى بالمؤتمر، لأنه في كتير أمور اتفقوا عليها إن شاء الله يا رب يشتغل عليها بشكل أوسع من هيك. لأن كمديرية صحة عم بتقوم بكتير إجراءات، بس إن شاء الله بكون لسه في أكتر ان شاء الله، ويكون في تعاون طبعا اكيد. احنا كلياتنا كمجتمع مسؤولين، يعني مو بس مديرية الصحة، في عندك اعلاميين، في عندك العاملين في المنظمات الانسانية، كلياتنا بنلعب دور بهذا الموضوع، وان شاء الله يا رب نكون قادرين يعني كمجتمع متكامل ان شاء الله نؤدي هالرسالة ان شاء الله يا رب. مجتمع ادارة الحواجز ولبس الكمامة اثناء الجائحات بس وفيها جماعة كبيرة. تفضل. حاليا ما في جائحة، والارقام صفر، وعدي شهرين ثلاثة ما في جائحة. انا بقول لك